سنة تانية دلوقتي بقى هنراجع المحاضرة والسكشن بتوع ال urinary tract infection، مراجعة سريعة كده بس عشان ايه تلموهم. اول حاجة ان احنا قلنا ان ال urinary tract ده بيبقى نورمالي استرايل، مفهوش اي حاجة ما عدا اليوريثرا، بيبقى فيها شوية كومنسال بكتيريا كده بس ما بيوزش الجسم يعني. واي بكتيريا موجودة في اليورين دي بنسميها بكتيرينيوريا، تمام؟ بس انا مش هقول عن البكتيريا نيوريا الا لما يكون بكتيريا نيوريا يعني ان هي سيجنيفيكانت بكتيريا نيوريا، الا لما يكون الاورجانيزم بتاعها وصل ل 10 اس 5، تمام؟ وان السيجنيفيكانت بكتيريا نيوريا دوت ممكن يكون جاي معاها بيوريا، والبيوريا دي عباره عن باس موجود في اليوريا. سيمتوماتيك بكتيريا نيوريا يعني ايه؟ يعني في اورجانيزم مايكرو اورجانيزم موجود في اليورين تراكت ومعاه انفلاميشن، وده اساسي. انا قلت الانفلاميشن يعني اساسي، وده بيعرفني انا هكتب التعريف سيمتوماتيك ولا اسيمتوماتيك. لو كان في انفلاميشن ده بقى سيمتوماتيك، لو ما كانش في انفلاميشن ده بقى اسيمتوماتيك. ريكارنت يعني 3 مرات في خلال سنه، تمام؟ بعد ما هاخد العلاج. ري انفكشن يعني ايه؟ ري انفكشن يعني جاله تاني، ماشي، بس باورجانيزم تاني. طب الريلابس جاله تاني بنفس الاورجانيزم بس بعد اسبوعين من العلاج. وقلنا الكومبليكيتد دي اي والان كومبليكيتد. الكومبليكيتد يعني حصل مشاكل، الان كومبليكيتد يعني ما حصلش مشاكل ولا على الرئه ولا على الرئه ولا على الكدني ولا على السي ان اس. الكلاسيفيكيشن انا بقسمها ازاي؟ انا بقسمها لابر للور. ابر يعني كليه، يعني بايلونيفريتس كرونيك او اكيوت او انترستيشال او في ابسس ولا حاجه. لور يعني بقى سيستايتس بروستاتس او يوريثرايتس. بتيجي في كل الايدج جروب، بتيجي في الاطفال الصغيرين من 6 فوق ال 6 شهور، بتيجي في الستات اكتر علشان اليوريثرا بتاعتها اصلا بتبقى صغيره والبريفلنس بتاعها من 40 ل 50%، تمام؟ والرجاله بيبقوا تقريبا 4 من 10% يعني. والانسنس بتيجي يعني بتزيد كل ما العمر بيزيد كل ما هي بتيجي اكتر يعني. ريسك جروب الناس اللي بقى عندها سكر، الناس اللي عندها كانسر، الناس اللي عندها ايدز، الناس اللي بتاخد سايتو توكسيك دراجز، الناس اللي بتاخد ستيرويدز، الناس اللي عندها ستون، او الناس اللي عندها اللي هي ستونز اللي هي حصوات يعني، او تيومر او ستريكشر. وكمان بقى عارفين ان الفيميلز اكتر علشان اليوريثرا بتاعتها بتبقى قصيره. الايتيولوجي بتاعها الايكولاي 80%. عندنا بقى في جرام نيجاتيف وجرام بوزيتيف. ان جرام نيجاتيف بتبقى عباره عن الكلبسيلا والبروتيس والسريتا انتيرو باكتر وزودو مونس. وعرفنا ان زودو مونس ده بيبقى ايزوليتد في الهوست الاكوايرد انفكشن. انا كنت بقول لك ان انت بتبقى داخل المستشفى في ايدك مرض، خارج بايدك في ايدك مرضين، علشان احنا بنبقى بنكرم الناس. اصلا المستشفى دي مكان اوبئه وامراض وحاجه زي الزفت يعني. يعني الناس اللي عندها مريض مرض او الناس اللي عندها قصدي مناعتها ضعيفه يعني تتبهدل شبه كده يعني. الجرام بوزيتيف شبه الستربتوكوك اللي في شيكاليز والستربتوكوك والستافلوكوكال والسيبروفيتيكال فيتيوس السيبروفيتيكس والستاف والستاف اوريوس والابيديرمس، تمام. عندنا برضو مايكوباكتر تيبركلوزس. وقلنا ان احنا بنصبغ ما دام ما جاب لي سيره تيبركلوزس يبقى انا بصبغ ايه؟ بزد ان زد ان اس تي. والانيروب شبه البكتيريويد والنساريا والنايسيريا جونوريا. فيروس شبه الروبيلا فيروس والمامبس فيروس والاتش اي في فيروس. فانجاي شبه الكانديدا والهيستوبلازما. البروتوزوا بقى شبه الفاجينالز والايه والهيماتوبيا. الكوز بتاعتها استرايل بايوريا. الاسترايل بايوريا دي اصلا يعني ايه؟ يعني في بوس بس ما فيش اصلا ايه بكتيريا الكروس. وده في حاله ان انا عندي رينال تبركلوزس، حاله ان هو بياخد تقريبا انتي بايوتكس، في حاله ان هو اتصاب بانيروب اورجانيزم شبه المايكوبلازما او غيرها. عندنا او هو ممكن يكون اصلا عنده تقريبا ايه ورم، او عنده فورين بودي اصلا موجود في الجينيتو يورين تراكت خلاه ينزل بوس، ينزل لي بس في اليورين سامبل بس هو اصلا ما فيش بكتيريا الجروس يعني، مفيش اصلا بكتيريا جوه. ايه الفيريولنس فاكتور؟ قلت دي مهمه. فيمبري توكسين برودكشن بتطلع لي يورياز انزيم، وبتبقى ريزيستنت للسيرم بكتيريوسايتال عشان هي بتطلع لي كميات من الكبسولار كي انتيجن. عندنا 4 روت. اول حاجه ده اللي هو الاسندنج ودوت الموست كومن، والبلاد الستاف بتنقل عن طريق الدم، وبتتنقل برضو عن طريق عندنا برضو بتتنقل برضو عن طريق الليمف. وعندنا دايركت اكستنشن فروم اذر اورجان شبه البلفيك انفلاماتوري ديزيز. كلينيكال بيجي يشتكي بايه؟ يوريثرايتس سيستايتس بايلونيفرايتس. يوريثرايتس جاي يشتكي بديسكمفورت ان فودنج ديسيوريا وارجنسي وفريكوانسي. يبقى داخل يشتكي بقى حرقان في البول ومش عارف وبيخش الحمام كتير ويا دكتور ومش عارف ايه، وكل ما اجي اعمل حمام اخش الحمام كتير وما بقاش عندي غير نقطتين اتنين بس. ده اليوريثرايتس. طب السيستايتس؟ السيستايتس برضه نفس الكلام بس بيبقى جاي بابدومينال بين وبلفيك بين. البايلونيفرايتس ده انا قلت ان هو خطر ليه؟ لانه داخل عن طريق ده وصل للكليه، بيبقى جاي بقى فيفر وشيلز ولاين بين وباك بين. والكومبليكيشن بتاعه بيبقى تيرم سيبسس وسيبتك شوك ودست، تمام؟ طب الدياجنوز انا هقول له هاخد منه سبيسمنت كولكشن اللي هو الميدستريم يورين. ميدستريم يورين يعني ايه؟ اقول له خد اعمل حمام وشويه الاول عديهم وهات لي شويه في النص.
وبجمعهم في ستيرايل كونتينر. عندنا الكاستر، الكاستر بيقول لك شوت بي افويدد علشان هي بتبقى ريسك ان هو ممكن يحصل لي اسندنج اصلا انفكشن، تمام. وفي العيال الصغيره انا بدخل حاجه اسمها بلاستيك باج ستيرايل سيلف ادهيزف ليميتد بلاستيك باج، او ممكن اصلا ادخل بنيدل نيدل اسبيريشن للفول بلادر مي بي نيسيسري، تمام. ونيدل دي بتبقى اصلا بتبقى ادهيزف لان انا بدخلها بسرنجه، ماشي، بدخلها بسرنجه وبشفط ميه من المثانه بتاعه الطفل. وفي حاله الرينال تيبركلوز اول حاجه بعملها ان انا باخد او الفيرست يورين باست اون ذا 3 سكسيسيف مورنينج، تمام، وبجري بيها على المعمل عشان انا خايفه من الملتيبليكيشن بتاع البكتيريا، او ممكن احطها في تلاجة بتبقى درجه حرارتها 4 درجه سلسيوس. قلنا اللابوراتوري فايندنج اللي هتبقى موجوده، البي اتش اصلا المفروض ان هو من 4 ل 6 لغايه 8، والابيرنس المفروض ان هو يبقى كلير، لونه المفروض ان هو يكون امبر يلو، ريحته تكون اروماتيك، المرض ما بيبقاش فيه ولا دم ولا وايت ديزيز ولا بكتيريا ولا ليوكوسايت، تمام. طيب الابنورمال فايندنج بقى هيبقى البي اتش بتاع الكلاين، والابيرنس بيبقى لونه تقريبا معكر وكلاودي، ريحته بتبقى حته تبقى ديب امبر، والاودر بتاعه بيبقى ريحته فيول كده، بيبقى فيه دم، بيبقى فيه وايت ديزيز، بيبقى فيه ليوكوسايت، بيبقى فيه بكتيريا، تمام. انا مش هقول ان ديت سيجنيفيكانت الا لما اكون برضو اتاكد ان هو 105 او 10 او 5 اورجانيزم، تمام. وانا بعمل ويت فيلم في حاله ان هو اصلا فيه بص سميرز، ماشي، بعمل سميرز بقى وصبغه، تمام، حاله الجرام ستين وزد ان ستين لو انا سسبكت ان عندنا توبيركلوزس، تمام. والكالتشر انا بعمل كالتشر مزرعه للانيروب، الانيروب بكتيريا، الايروب والانيروب. انا ما عنديش سبيسيفيك تريتمنت، بس هقول له اشرب ميه كتير وخلي الاسيديتي بتاعت اليورين اصلا بتاعتك كويسه، عشان اصلا الاورجانيزم دوت بيحب الميديا الانكلاين. وانا بدي انتي بيوتكس، انا بدي انتي بيوتكس على حسب نتيجه المزرعه اللي طلعت لي، ومش باخد انتي بيوتكس كتير عشان ما يحصلش ريزيستنس ولا قدر الله ممكن يحصل ريلابس او ريكرنس. والادويه اللي انا بديها سلفا ميسازول وتراي ميسوبريم واموكساسيلين وسيبروفلوكساسين وسيفتاماين ونيترو فيوراتون. صور العمل بقى يا ولاد، يلا مدام ما تقريبا عامله شبه العصيان كتير ده بقى ده بقى. يا لهوي انا زهقت والله العظيم بجد من البتاعه ديت، علشان ال انا اللي اخترت نوع عمال يبوظ مني، بعد كده مش هعملها كده تاني. طيب دي عباره عن ايه يا اولاد؟ مدام عصيان كتير اصلا دي بديع عباره عن كالتشر، ودي عباره عن ايه؟ جرام نيجاتيف، لونها تقريبا ايه، بينك اهي، او لونها مش بينك يعني محمر كده، ماشي. والامثله بتاعتها تبقى ايكولايو كليبسيلا بروتيس وزودوموناس، احفظها كويس، ايكولايو كليبسيلا زودوموناس وبروتيس. ودي عباره عن تيشو، ليه؟ لان ما فيش عصيان كتير يبقى ده تيشو، تمام. ده ستريبتوفيكاليس، وده ستاف انكالتشر، ستاف انكالتشر عامله شبه الكره الارضيه، وده عباره عن ماكونكي اجار وزرع عليه ايكولاي او كليبسيلا، وده لاكتوز فيرمنتنج، وده نون لاكتوز فيرمنتنج كولونيز زودوموناس وبروتيس. وده عباره عن ايه؟ بروتيس زرعها عدا نيوترنت اجار اللي هو ايه؟ الخبيزه. انا ما دقتش عمر الخبيزه اصلا، هي تقريبا هو انا كنت بقول خبيزه ولا كنت بقول ايه؟ كنت بقول خبيزه، نيوترنت اجار شبه الخبيزه لونه اخضر، تمام. ودوت بروتيس، وده بيبقى شكله ايه؟ سوارمنج، هو كانه بيعوم، اخضر يبقى خبيزه يبقى ده نيوترنت اجار على طول، تمام. وده سودوموناس نص اخضر غامق ونص اخضر فاتح، وده الكانديدا على كالتشر، انا بزرع الكانديدا على كالتشر. الاهم بقى من الكانديدا على كالتشر الكانديدا على صبرود اجار، لان ده اصلا الموست كومن او البيرفكت اصلا اجار ان انا بزرع عليه كانديدا، يعني بتبقى طالعه لي كريمي كالرد وباستي وييست بتاعتها شكل الخمير. وده الستكس بتاعت الباجز اللي انا بجمع فيها اليورين في الاطفال، وده الكاسترايزيشن الاسطره اللي انا بركبها، وده السوبرا بيبك اسبيريشن بقى ان انا بخش تقريبا بحقنه كده وعن طريق وهي على البلادر اهي واشفط تقريبا ايه، واشفط تبول. انا بكده خلصنا يا كتاكيت، مع السلامه يا دكاتره، مع السلامه يا سنه تانية، ونراكم ان شاء الله في فيديو اخر، مع السلامه.